بس بسم الله نرفع الوقت ننزل من على جنب نسجل ننزلك على جنب ما نفيرو ياش تبقى تفضلي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد على ما أغفت من الغيث النافع وزدنا من خزائنك التي لا تنفد يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين، أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على قوم الكافرين. آمين. قال ابن سلمة رحمه الله تعالى: قلب الواو والياء ألفا، تقلب الواو والياء ألفا بعشرة شروط: الأول أن يتحرك، الثاني أن تكون الحركة أصلية. أن يتحرك يعني كل منهما يقصد إما الواو أو الياء. الثالث أن يكون ما قبلهما مفتوحا. الرابع أن تكون الفتحة متصلة في كلمتيهما. الخامس في كلمتيهما. في كلمتيهما. الخامس أن يتحرك ما بعدهما إن كانتا عينين، وألا يقع بعدهما ألف ولا ياء مشددة إن كانتا لامين. طيب مثالها يعني ما معروف مثاله مثلا فعل قال أصله ماذا؟ قولة. لدينا واو هنا متحركة والحركة أصلية وما قبلها مفتوح، وكذلك الواو يعني والحرف الذي بعدها الواو أو الياء ألف. نعم. فخرج بالقول القول والبيع بسكونهما. طيب القول والبيع لماذا لم تنقلب هنا الواو ألفا؟ لا اي هو عندنا واو في وسط الكلمه. قال لا هنا ساكن لسكونهما. نعم. والبيع كذلك. نعم. قلت قوالا اي هنا اصلها، لكن في الفعل هي متحركه. الفعل قولا يقول اصله، فلدينا واو متحركه فانقلبت الفا في وسط الكلمه. لكن القول الواو هنا ليست ساكنه، فالمصدر يعني عينه ساكنه والفعل عينه متحركه. نعم. الثاني جيل وتوأم بفتح أولهما وثانيهما مخففي جيل وتوأم بفتح فسكون ففتح فيهما. نعم. الأول فسهم. الأول اسم للضبع غير للضبع. أول اسم للضبع والثاني للولد يولد معه آخر. طيب هذا الاسم جيل أو جيل عفوا جيل وتوأم هذا أصلهما كلمة وما قبلها وما بعدها متحرك، فلماذا لم تنقلب؟ علاش لماذا لم تصر جيل جال وتوام لم تصر تام؟ لأن هذه الفتحة الموجودة على الياء أو الواو ليست أصلية. أصل الياء والواو أصلهما ساكنتان. جيل أصلها ماذا؟ جيل. وتوم أصلها توأم، فأصل الحرف ساكنا والفتحة أو الحركة التي فيها عارضية. نعم. الشرط الثالث يعني الشرط الثالث لقلب هذه الواو أو الياء ألف أن يكون ما قبلهما ماذا؟ مفتوح. عندنا واو ويا هنا متحركة في وسط الكلمة العوض، فلماذا لم تنقلب ألفا؟ ما قبلها مفتوح. أحسن. ما قبلها ليس مفتوح. وكذلك الحيل والسور في الأولان في المثالين الأولين يعني ما قبلهما مكسور، وفي المثال الثالث ما قبلها مضموم. نعم. وفي الرابع ضرب واقد وكتب ياسر. نعم. لدينا واو هنا هو ما قبلها قبلها في كلمة وهي في كلمة، فكتب واخذ مثال الواو وكتب ياسر مثال الياء. نعم. وفي الخامس بيان وطويل وخوامة اسم أصل بالعراق. طيب لسكون ما بعدهما. نعم. الشرط الخامس قال أن يتحرك ما بعدهما
إن كانتا عينين، إن كانتا شنو؟ عينين لكلمة، فلا بد أن يكون ما بعدهما متحرك، وألا يقع بعدهما ألف ولا ياء مشددة إن كانتا لامين. طيب، فبيان وطويل وخورلق، هذه كلها لم تنقلب فيها الواو ولا الياء ألفا، لأن ما بعدها شبيه، ما بعدها ساكن وليس متحرك، هو اشترط، هي كلها على وزن فعيل، كذلك الواو في موضع العين، لكنها لم تنقلب لأن ما بعدها شبيه ساكن. ب ورميا وغزوا لم تنقلب هنا ألفا، لماذا؟ لأنها وقعت لام وبعدها ماذا؟ ألف، وألا يقع بعدها ألف ولا ياء مشددة إن كانتا لامين. أي؟ ورميا وغزوا وفتيان وعصوان لوجود الألف. نعم. وعلوي وفتوي لوجود ياء النسب المشددة أو ياء النسب المشددة. طبعا ما دام هي ياء مشددة، الحرف المشدد هو عبارة عن حرف ساكن ثم مثله متحرك، هذا هو التضعيف التشديد. فما بعدها ساكن. نعم. السادس ألا تكون عينا لفعل بكسر العين التي وصف منه على أفعل، لفعل بكسر العين الذي وصف منه على أفعل. نعم. كهيف فهو أهيف، وعور فهو أعور. وعوي عور. هنا الوصف مش يكون ممنوع من الصرف، ما تقولش هيف، قول كهيف. هي مش الفعل هيف، لا الصيغه الوصف هو عين الفعل لو من الفعل، حتى الثاني قال عوره، لا هذا وزن فعل كذلك، إذا سبي أحدهم بضرب فيكون ممنوع من الصرف، يكون يعني لا يقبل الكسر ولا التنوين، لكن هنا فعل. نعم، عينا لفعل. أي؟ وأما إذا كان الوصف منه على غير أفعل فإنه يعين كخاف وهاب. أصل خوف. وهوى وهيب. السابع ألا تكون عينا لمصدر هذا الفعل كالهيف وهو خمول البطن، والعور وهو فقد إحدى العينين. نعم. إذا كان مصدر لنفس الشيء لفاعل بكسر العين الذي الوصف منه على أفعل، فمصدره كذلك يعني لا تنقلب فيه الواو ولا الياء ألفا. الثامن ألا تكون الواو عينا لافتعل الدال على التشارك في الفعل كاجتووا واشتووا بمعنى تجاوروا وتشاوروا. هذه عندي مفسق شوي. ليفتعل الدال على التشارك. الدال على التشارك في الفعل. ك. الدال على التشارك في الفعل. كاجتووا اجتووا اجتووا. اج. والثاني اشتووا. اجت و. اجتووا كك. اجتووا. اجتوى. هو معنى تجاور واشتوى. نعم. قال بمعنى تجاور كاختار بمعنى خال واختار بمعنى خار. نعم. يجب الشرط الثامن يعني إذا كانت في باب افتعال، هنا تعدد الشروط باعتبار أن الصيغ متعددة، أن تكون الواو عينا لافتعال الدال على التشارك كاجتوروا واشتروا. ألا تكون. ألا تكون. ألا تكون. ب. فإن لم يدل على التشارك وجب إعلاله، إعلاله يعني تبديله، سوف تبدل هذه الواو ألفا. نعم. كاختانا بمعنى خانا. أنا اختانا أصلا. اختونا. نعم. واختار أصلها اختار، لأن اختار واختان لا يدل على التشابه، ووقعت هنا الواو عينا لافتعال. نعم. وأما إذا كان الوصف منه على غير أفعل
وأما الياء فلا يشترط فيها عدم الدلالة على ذلك، ولذلك أعلت في استافوا بمعنى تسايفوا، أي تضاربوا بالسيوف لقربها من الألف في المخرج. نعم، استافوا أصلها استيف يدل على التشابه، وهو اشترط أن لا يكون افتعل الذي يدل، لكن هنا أعلت يعني انقلبت هذه الياء ألفا، قال لقرب هذه الياء من الألف في المخرج. نعم. التاسع، ألا تكون إحداهما متلوة بحرف يستحق هذا الإعلال، فإن كانت كذلك صحت الأولى وأعلت الثانية، نحو الحياة والهوى. نعم. وربما عكسوا بتصحيح الثانية والإعلال الأولى، كآية أصلها آية كقصبة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فأضيفت ألفا فصارت آية. نعم. وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق، غيره زيادة مختصة بالأسماء كالألف والنون وألف التأنيث، نحو الجولان والهيمان، مصدر جال وهام. أي الجولان هو على واو متحركة في وسط الكلمة وهي واو أصلية، وما قبلها مفتوح، وهي كذلك يعني متصلة تقريبا مستوفية لكل الشروط، لكن ما المانع من أن نجعل هذه الواو ألفا؟ المعنى أنها عين لما آخره زيادة مختصة بالأسماء. الجولان الحروف الأصلية شنية بتاعها؟ جولان. فالألف والنون زائدتان هنا فوقعت هذه الواو عينا لما آخره زيادة مختصة بالأسماء، فلهذا تعذر إعلانها. نعم. وشذ قال مصدر والصورة اسم محل، والحيدة وصف للحمار الحائد عن ظله. وشذ الإعلان في ما هان وداران، والأصل موهان. يعني موهان في آخرها زيادة مختصة بالأسماء وهي عين يعني له، فالأصل أن لا تنقلب، لكنه شذ عن القاعدة وأعلت هنا الواو فصارت مهان، ودوران صارت داران. نعم. هذا فيما يتعلق معنا بالقلب الواوي والياء ألفا، وفيها العشر شروط هذه شفناها مفصلة. نعم. إبدال الحروف الصحيحة من بعضها، فصل في فاء الافتعال وتائه. إذا كانت فاء الافتعال واوا أو ياء أصلية أبدلت تاء وأدغمت في تاء الافتعال، وكذا ما تصرف منه، نحو التعب واتصل واتسع من الوعد والوصل واليسر. وإن كانت الياء أو الواو، أي شنو أصلها هذه؟ نعم. نعم، فهنا أصلها اوتعد، اتصل أصلها اوتصل، اتسر أصلها ايتسر، فكل من هذه الواو والياء أبدلت ماذا؟ تاء، وأدغمت التاء في التاء فصارت اتعد واتصل واتسر. نعم. وإن كانت الياء أو الواو بدلا من همزة فلا يجوز إبدالها تاء. نعم. وإدغامها في تاء الافتعال في نحو إيتزر من الإزار. نعم. لأن الياء ليست أصلية. نعم. ونحو أوتمن من الأمن، لأن الواو ليست أصلية وشدت افتعال من الأكل اتكل. يعني إيتزر أصلها ائتزر فصارت إيتزر، فلدينا هنا ياء افتعال هي ياء، عفوا فاء الافتعال ياء، لكنها لم تنقلب تاء. علاش؟ لأنها ليست أصلية وتمن على لدينا واو وهي في فاء الافتعال فلم تنقلب تاء. علاش؟ لأن أوتمن أصلها أؤتمن، فهذه الواو أصلها همزة. بيشذ في افتعل من الأكل، شنو أصلها؟
اي تكر كالياء اي تكر اي اصلها ياء ف شادت عن قاعدة ياء ليست أصلية بالرغم من ذلك انقلبت ماذا؟ تاء. نعم. وإذا كانت فاء مصادا أو ضادا أو طاء أو ظاء وتسمى أحرف الإطباق وجب إبدال تاء طاء في جميع التصاريف. واضح. فتقول فاء ماذا؟ فاء الافتعال. نعم. أي؟ فتقول في افتعال من الصبر اصطبر ولا يجوز في الفصيح الإدغام. اصطبر القياس شنو يقتضي أن تكون؟ اصطبر في الأصل أنها تاء ليس باب افتعال لكنها هنا ما دامت يعني فاؤه صاد يعني حرف من حروف الإطباق فتنقلب ماذا؟ وجب إبدال تائه طاء. نعم تقول اصطبر ولا يجوز في الفصيح. ومن الضرب اضطرب إلى إدغام أيضا. لا هي كلمة وجب إبدال تائه طاء على كلمة استاء هو طريقة بل أخذ فخمة. إيه لا لا ولا يجوز في الفصيح الإدغام يعني أن تدغم ال أن تدغم الطاء مع الصاد ما تقولش الصبرة يوجد في بعض الصيغ الأخرى سيأتي إن شاء الله. إي بلا قال ومن الضرب اضطرب بلا إدغام أيضا. إي وجاء قليلا الصلح والضرب في قلب الثاني للأول ثم الإدغام ثم الإدغام وتقول من الطهر بالطهر الصلح أصلها اصطلح. نعم أي وتقول من الطهر بالطاء أولهما أي لأنه هنا فاؤه كم طاء هي فعل ذلك. نعم ومن الظلم بالمعجمة إذ طلب بمعجمة فمهملة فيمكن أن تقول إذ ظلم ويجوز لك فيه ثلاثة أوجه إظهار كل منهم على الأصل. إيه؟ وإبدال يعني شو نقول إذ طالما نعم وإبدال الظاء المعجمة طاء مهملة مع الإدغام فتقول إذ طالما المهملة. إيه؟ وإبدال الطاء المهملة ظاء والإدغام والإدغام أيضا فتقول أو الإدغام أيضا فتقول إذ ظلم بالمعجمة. وقد روي قول زهير يمدح هلم بن سنان إذ طلم ولا إذ ظلم ولا إذ طلم. نعم فيظلم بتشديد المهملة ويظلم بتشديد المعجمة ويظلم بالإظهار بفك الإدغام. نعم وإذا كانت فاؤه دالا أو زالا أو زايا أبدل التاء مدالا مهملة فتقول في افتعل من دام الدال بالإبدال والإدغام. هي أصلها شنو؟ إدا إدا تنا افتعل ولا إدي تنا. نعم. إي لوجود المثلين وسكون أولهما ومن زجر ازدجر إلى المتقدمة في الطلب فتقول إذ ذكر والذكر 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 الثالثة بالدالة كيف كيف يعني أما بالإظهار وإلا بال يا إما أن تقلب الذال دالا أو الدال ذال هاي وقرئ شاذا فهل من مذكر بالذال المعجمة والإدغام إيه والقراءة المتواترة فهل من مدكر. نعم وسمع إبدال تاء الافتعال صادا مع الإدغام وعليه قراءة وهم يخصمون أي يختصمون. نعم فصل إبدال الميم من الواو ومن النون تبدل الميم من الواو وجوبا في ثمن إذا لم يضف إلى ظاهر أو مضمر ودليل ذلك تكسيره على أفواه وقول رعبة يصبح ظمآن وفي البحر فمه. نعم ملعنا هنا الميم تبدل من الواو ماذا؟ وجوبا
فمن شنو أصلها؟ فون. أصلها فون. 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 هيك. أصلها فون. حذفت الهاء لخفائها ثم أبدلت الواو ميما لئلا تسقط فيبقى المعرب على حرف. فهذه الميم في هذا اللفظ خاصة ليش عام إذا أضيف إلى اسم ظاهر أو مضمر إذا أضيف فليس شرطا ليس واجبا أن تبدأ أما إذا كانت هكذا فلا نعم السبيل الظاهر وفهم في البيت قال هذه مسؤوليه مضمه معناها يبقى في الميم لا تبدا لم يكن مضافا فتبدا اما اذا اضيف فيكون ابداله جواز قل فاه ولا فمه نعم حتى ما تجعل في امراتك قال فهنا لم تبدل الواو ميم اي هذا هو مع الاضافه الابدال جوازي لكن مع عدم الاضافه الابدال وجوب نعم ومن النون بشرط سكونها أي. ومن النون بشرط سكونها ووقوعها قبل باء من كلمتها ومن غيرها نحو قوله تعالى إذ انبعث أشقاها هذه اللي هو القاعدة شفناها في التجويد هذه موجودة حتى في اللغة الفرنسية لما يكون عندك حرف الآن موجود بعد البي ولا البي فيتقلب ميم ام امبلوا علاش شنو السبب ترى؟ ما تنطقش بون بون لا هوني في بون بون تنطق علاش شنو السر في البونبون ترى؟ حلو لا مش الحلاوة لأنهم كلمتان منفصلتان أما لا نشوف لغة فقيرة من الحلوة مسمينها باهي باهي أي واصل وقوله تعالى من بعثنا من مرقدنا مثال المتصل والمنفصل وأبديت الميم بالنون شذوذا في قول رعبة يا هال ذات المنطق التمتان وكفك المخض بالبنان قصر البنان هنا أسود قاتل أي قاتل بإبدال الميم نونا الإعلام بالنقل تنقل حركة المعتل إلى الساكن الصحيح قبله مع بقاء المعتل إن جانس الحركة كيقول ويبيع أصلهما يقول كينصر ويبيع كيضرب وإلا قلب حرفا جانسها كيخاف ويخيف أصلهما يخوف كيعلم ويخيف كيكرم ويمتنع النقل إن كان الساكن معتلا كبايع وعوق وبين بالتشديد فيهما كما يمتنع أيضا إن كان فعل تعجب نحو ما أبينه وأقومه أو كان مضاعفا نحو ابيض واسود الأول الفعل المعتل عينا كما مثل المعتل عينا كما مثل نعم يكون تكون عينه حرف علة. أي؟ الثاني الاسم المشبه للفعل المضارع وزنا فقط بشرط أن يكون فيه زيادة يمتاز بها عن الفعل كالميم في مفعل أو زيادة لا يمتاز أو زيادة لا يمتاز بها فالأول كمقام ومعاش أصلهما مقوم ومعيش على زنة مذهب فنقل وقلب ومرام يعني هنا لم تنقل
حركة المعتل إلى الساكن الصحيح قبله. يعني مريم لا يقال فيها مدان، ومريم لا يقال فيها مرام، في حين أنه لدينا حرف معتل متحرك وما قبله ساكن. نعم. وعند المبرر لا شذوذ، لأنه يشترط في مفعل أن يكون من الأسماء المتصلة بالأفعال. والثاني كأن تبني من البيع أو القول اسما على زينة تحلئن بكسرتين بينهما ساكن والآخر همزة اسم للقشر الذي على الأديم مما يلي منبت الشعر، فإنك تقول تبيع وتقيل بكسرتين متواليتين بعدهما ياء فيهما، فإن أشبهه في الوزن والزيادة نحو أبيض وأسود نحو إقوال واستقوال، ويجب حذف إحدى الألفين بعد القلب لالتقاء الساكنين. وهذا المحذوف الأولى أو الثانية خلاف، والصحيح أنها الثانية لقربها من الآخر، ويؤتى بالتاء عوضا عنه فيقال إقامة واستقامة. أي ما قالش إقوام، قالوا إقامة واستقامة. نعم. وقد تحذف كأجاب إجابا، وخصوصا عند الإضافة نحو إقام الصلاة. هنا تحذف الدال. لا تحذف شو اسمها الواو، أصلها إقوام. ويقتصر فيه على ما سمع. وورد تصحيح إفعال واستفعال وفروعهما نحو أعول إعوالا واستحوذ استحواذا، وهو إذا سماعي أيضا. اكتب لي أعول إعوالا مش أعول. ماشي أعول إعوالا. وعن الله فينا. وضبطها بالفتحة أعول. أعول إعوالا. الرابع صيغة مفعول كمقول ومبيع بحذف أحد المدين فيهما مع قلب الضمة كسرة في الثاني لئلا تنقلب الياء واو فيلتبس الواوي باليائي. وبنو تميم تصحح اليائية فيقولون مبيوع ومديون ومخيوط. وعليه قول عباس بن مرداس السلمي قد كان قوم لا يحسبونك سيدا وإخال أنك سيد مغيون. وعلى ذلك لغة عامة المسلمين في قولهم فلان مديون لفلان. نحن معناها الأصل مباع ومبيع. لا، مدين مباع ومدين. حرف المعتل إلى ما قبله الساكن. ونقرأ هنا عندنا في مديون، هنا عندنا حرف علة متحرك وما قبله ساكن. لما ستنقل على هاي أمه مصري هو اللي يتكلم. نعم. وعلى ذلك لغة عامة المسلمين في قولهم فلان مديون لفلان. وربما صحح بعض العرب شيئا من ذوات الواو، فقد سمع ثوب مصبون وفرس مقود وقول مقبول ومسك مدهوف أي مبلول. أيوة، إلا القياس أنه قال يعني مصون ومقود ومقول ومدوف. يعني تصير نقل. تنقل الحركة ويقع يعني لما يجتمع ساكنان فتحذف إحدى الواوين أو الياء. كملوا من بعد الإعلام بالحذف إن شاء الله. نجيب قديش؟ خمسة.